ثم نلقى قادة العلم وبالإسلام نرقى حوار خيره فينا سيبقى ولقاء العلم يا إخوان وانقى انقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم، وأرحب بكم إلى حلقة جديدة ومباشرة من برنامج في ظلال الشريعة. اليد الواحدة لا تنجز بناء ولا تقيم إلا أشلاء، وقبل اشتداد العمران لابد من اشتداد السواعد، وقبل متانة البناء لابد من متانة القلوب، وقبل قيام الأوطان لابد من اجتماع الأبدان. ذلك ما صوره خبير بناء الأمم عليه الصلاة والسلام حين رسم حالة المجتمع القوي بأنه كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه فلسفة النهضة والبناء كما يصورها الإسلام، لا نهضة ولا بناء ولا رقي إلا أن يبدأ ذلك من الداخل، من دواخل النفوس، مجتمع يتراحم مع بعضه وينشر ثقافة التوادي بين أبنائه ويؤسس للغة التعاطف مع ذويه ويرفع راية التعاون خافقة في كل الجنبات، كما مثله نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام بأنه كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فهو ترابط عضوي لا يستغني فيه جزء عن آخر ولا ينفصل عنه ولا يحيا بدونه، مجتمع أسسه محمد عليه الصلاة والسلام. وأنت تسير في شوارع المدينة النبوية يومها كان أبرز مواصفاته رحماء بينهم، يعني يشد القوي إزر الضعيف، يأخذ الغني بيد الفقير، ينير العالم الطريق للجاهل، يرحم الكبير الصغير ويوقر الصغير الكبير، ويعرف الجاهل للعالم حقه. هذه مواصفاته. نقول ذلك أيها السادة ونحن نعيش الذكرى 22 لتحقيق الوحدة اليمنية، وهي ذكرى عزيزة على قلوبنا، ويؤلمنا أننا نسمع في أننا ونحن في مرحلة البناء القادمة نسمع أصواتا نشازا تنادي بالتفرق وفك الارتباط، متناسية نعمة الله عليها ولم تذكرها، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يسرني للحديث عن هذه القضية وعن هذا الموضوع في هذه الذكرى المباركة أن يكون ضيفي فضيلة الشيخ العلامة الدكتور عبد الرحمن الخميسي، عضو هيئة علماء اليمن وأستاذ الحديث وعلومه بجامعة صنعاء. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الرحمن معنا في ظلال الشريعة، نتحدث عن هذه الذكرى المباركة. أنا أيضا في انتظار أن يدخل معنا الشيخ أحمد المعلم من محافظة حضرموت. الآن الوحدة لو نظرنا إليها ابتداء من الناحية الشرعية، لأننا نسمع من يقول أن الوحدة ليست التي ذكرت في القرآن وفي النصوص الشرعية، هي ليست وحدة الأراضي والتراب، وإنما هي وحدة القلوب والمشاعر وما أشبه ذلك من التأصيلات التي بدينا نسمعها هنا وهناك، أو المظلات الشرعية إن صح التسمية للانفصال أو لفك الارتباط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، الوحدة هي فريضة شرعية وضرورة بشرية، ليست وحدة منطقة معينة أو بلد مع بلد آخر فقط، وإنما هي وحدة أمة. ولا شك أن وحدة المناطق المتقاربة هي أولى إن لم تتحقق وحدة الأمة كلها. والإسلام جاء ليؤكد على هذا المعنى. نعم، دعا الإسلام إلى وحدة المشاعر ووحدة القلوب بالاتفاق وعدم الاختلاف وعدم التنازع، لأن ذلك يؤدي إلى الفشل، هذا لا ينكره أحد، ولكن
ليس المعنى أن الإسلام لا يريد من الأمة أن تتوحد مناطقها وجغرافيتها فتكون أرضا واحدة رايتها واحدة وأميرها واحد وحاكمها واحدا. الإسلام جاء بهذا المعنى لتكون الأمة أمة واحدة، ولذلك قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الأمر ليس موجها لبلدتين اتحدتا أو لشعبين فقط اتحدا، وإنما هو أمر موجه إلى الأمة كلها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا لم يمكن ولم تتأتى الوحدة كلها للأمة، وحدة الأمة كلها، فلا يعني أنه إذا وجد اتحاد بين شعبين يعني متفقين متجاورين إذا اتحد ألا تكون هذه الوحدة مرادة للشرع. كلا، بل هي مرادة وهي مأمور بها، ولذلك جاء القرآن ليؤكد هذا المعنى وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما معنى ولا تنازعوا؟ أي ولا تختلفوا. هل من الاتفاق أن تتفرق الأمة فتكون لكل أصحاب منطقة دولة خاصة بهم وراية خاصة بهم وحاكم خاص بهم؟ هذا لم يقل به أحد من العلماء، ولذلك لا يوجد عالم منذ الصدر الأول إلى اليوم يفتي بجواز التفرق والاختلاف ويفتي بجواز تعدد الرايات إلا عند الضرورة. إذا لم يوجد من يوحد الأمة وتعددت الرايات يمكن للضرورة فقط، ولكن ليس هذا هو الحكم الشرعي الذي جاء به الإسلام. ونرى أن النبي عليه الصلاة والسلام سعى لتوحيد الأمة. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى صارت الجزيرة العربية يعني منطقة واحدة ورايتها واحدة ويتبعون للنبي عليه الصلاة والسلام ويرجعون إليه، وبعد موته كانوا يرجعون إلى الخليفة الراشد في المدينة؟ ثم هل اكتفى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هل اكتفوا بوحدة الجزيرة العربية؟ أبدا، بل انطلقوا ليوحدوا الأمة العربية. فتوحدت الأمة العربية في عهد أبي بكر وعمر، ثم من جاء بعدهم من الخلفاء، ثم انطلقت راية التوحيد والتوحد في عهد الخلفاء الأمويين حتى بسطت هذه الدولة رايتها إلى أن وصلت إلى الأندلس غربا وإلى مشارف الصين شرقا وإلى الهند. هذه هي كانت وجهة هذه الأمة، أنه لا بد أن تكون أمة واحدة. طيب دكتور، يعني لا يوجد خلاف في المسألة؟ لا يوجد خلاف أبدا، هذا إجماع للأمة. أي خلاف يبيح للأمة أن تتفرق؟ من يقول بهذا؟ نحن نتحدى أي عالم، حتى هؤلاء الذين يرفعون الرايات الانفصالية، سواء كانوا علماء أو طلاب علم أو سياسيين. والسياسيون قد يكونون أبعد الناس عن فهم المسألة الشرعية، ولكن هؤلاء طلاب العلم المحسوبون على العلماء. أنا أتحدى واحدا منهم أن يأتي بدليل يجيز التفرق ويجيز الاختلاف ويجيز تعدد الرايات. أنا أتحدى أي واحد منهم يقول أن هناك قول أو رأي لإمام أو فقيه يبيح أن تتعدد الرايات إلا في حالة الضرورة. إذا لم تكن هناك راية للأمة يجمعها حاكم واحد وراية واحدة، فوجود تعدد الرايات هو من باب الضرورة. فإذا انتفت هذه الضرورة وحصل للأمة اتفاق واتحاد ولو في منطقة معينة، يأتي من يرفع راية الانفصال والدعوة إلى الانفصال ثم يعني يقول أن هذا لا مانع منه، أين دليله؟ أين دليله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، أنا أريد أن أبين هنا
قوله صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، أي جماعة؟ جماعة المسلمين، فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، أي ملتبسة لا تعرف هل هي راية حق أو باطل، فقتل قال يغضب لعصبية ويدعو لعصبية وينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه. لكن أنا أريد من هؤلاء أن ينزلوا هذا النص. أنا أقول لك كيف ينزلوا هذه النصوص. هم يقولون الآن أن هذه الأدلة عندما تكون هناك جماعة المسلمين، حتى أحدهم أنزل فتوى ويقول وخطب بها في الجمعة، يعني يقول أنا لن أخرج عن نظام إسلامي يحكم بشريعة الله عز وجل، وإنما أنا لن أخرج عن عمر بن الخطاب، يعني كما على حد تعبيره، وإنما أنا سأخرج عن نظام مداهن مغالط لا يحكم بالشريعة يراضي الغرب وما شابه ذلك. فإذا خرج فأنا لست مخالفا. ونحن نقول له والراية التي ستأتي بها هي راية تشبه راية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أنت الذي ستأتي به مثل هؤلاء أو أسوأ منهم. نعم. يعني لا يوجد أشباه لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعمر بن عبد العزيز ولا حتى لخليفة من خلفاء الدولة العثمانية، هؤلاء المتأخرين الذين سماهم الغرب تركة الرجل الضعيف أو الخلافة الضعيفة أو كذا، مع أن هؤلاء كانوا خلفاء لكنهم كانوا يذودون عن الشريعة. صحيح. ويدافعون عنها. نعم. ولم يرضى عبد الحميد الثاني أن يتنازل عن فلسطين. نعم. فهؤلاء يعني ينادون بأنهم لا يمكن ليسوا يعني خارجين على مثل أبي بكر ولا عمر. نعم. هم أيضا البديل هو أسوأ، إن لم يكن مثل هؤلاء فهو أسوأ. نعم. أنا أريد من غير أن أسمي من الذي سيأتون به، الذي ترفع صوره الآن وهو الذي تلطخت يداه بدماء الجنوبيين. نعم. وسحر الجنوبيين. مه. وقد رأى هؤلاء مكان السحر واليوم يتحالف مع الشيعة، وهم يرفعون صوره. نعم. ويتحالف هذا مع الشيعة ومع أيضا القاعدة. نعم. فمن الذي سيأتي؟ أنا أتحدى هؤلاء الذين يرفعون راية الانفصال من هؤلاء المحسوبين على طلبة العلم أن يكون هم الحكام. أنا يعني أتساءل، هم يقاعدون لمن؟ وهم يؤصلون لمن؟ هم يؤصلون لمثل هذا المجرم الذي يعني سحر وقتل، وهم الذين سيأتون ويقطفون ثمرة جهاد يعني نضال هؤلاء، إن سمي نضالا هو نضال غير مشروع. نعم. سيقطف مثل هؤلاء المجرمين الذين سحروا وقتلوا وانتهكوا الأعراض وصادروا الحريات، سيقطفون ثمرة هؤلاء ويأتون ينصبون أنفسهم حكاما. أين سيكون محل هؤلاء؟ سيكون محلهم في الزبالات، سيقذفهم ويرميهم. نعم. ويدوسهم، إن لم يدوسهم بالمجنزرات وبالسيارات كما سحرهم قد يغيبهم في يعني غياهب السجون. نعم. فليعود هؤلاء إلى عقولهم. نعم. إن كانت هناك أخطاء حصلت في ظل الوحدة فالأخطاء تصحح، لم يرضى أحد بأي خطأ. نعم. ولا يوافق أحد على أي ظلم، من قال أن أحدا يوافق على مثل هذا الظلم أو هذه الأخطاء؟ تصحح الأخطاء. نعم. وطالب الناس بالتصحيح. طيب شيخ، يعني سنأتي لهذه النقطة بالذات. نعم. وكيف تصحح. نعم. وكيف تحل المظالم، ليس عن طريق مظلمة. نعم. أكبر أو مفسدة أكبر. نعم. من ذلك. لكن اليوم تم الإعلان عن رابطة علماء الجنوب في. نعم. مدينة المكلا، حاولنا نتواصل بالشيخ عمار بن ناشر لكنه اعتذر، تواصلنا بالشيخ عارف أنوار اعتذر، تواصلنا بالشيخ أحمد المعلم مؤخرا أيضا اعتذر عن الأمر، وكأن وهؤلاء هم من المؤسسين لهذه الرابطة. أيضا قبل أيام سمعنا عن الرابطة الشرعية للتوجيه والإرشاد، ويرأسها أيضا بعض طلبة العلم وغيرهم. يعني الآن التوجه في الجنوب لعدد من هؤلاء الدعاء أو طلاب العلم أو كذا لإنشاء اتحادات أو كيانات
أنا لا أدري هل أستطيع أن نسميها كيانات أو مظلات شرعية للانفصال، يعني خصوصا عندما تسمع تسمية رابطة علماء الجنة. هي كذلك. نعم. هذه المظلات هي مظلات لتأصيل الانفصال. نعم. وهي مظلات جاهلية وعصبية. وأنا أذكر هؤلاء بقول النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن قال بعض المهاجرين يا للمهاجرين، وهو يعرف، هؤلاء العلماء يعرفون هذه القصة وأين وقعت في بني المصطلق. وقال الأنصار يا للأنصار، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي دعوة انفصالية أو لا؟ هذه دعوة انفصالية، نحن الأنصار وأنتم المهاجرون. فكل واحد يعتزي إلى يعني قبيلته وإلى يعني جماعته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. أبي دعوة الجاهلية؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنه من دعا بدعوة الجاهلية فهو من جثاء جهنم. أين ذهب مثل هذا النص عن هؤلاء؟ كيف تكون هذه الراية راية علماء الجنوب أو يعني تلك التي سميتها التوجيه والإرشاد؟ نعم. وإن كانت تسميتها لا تدل، لا تدل على الانفصال. نعم. لا تدل على الانفصال. نعم. لكن هذه الرابطة رابطة علماء أبناء الجنوب، ما الفرق بينها وبين رابطة أبناء الجنوب؟ نحن كنا وهم ننتقد هذه يعني النزعة الانفصالية فعلا، كنا ننتقدها ونقول أن هذه نزعة انفصالية وعصبية وأنها تفرق بين شمال اليمن وجنوبه. فيأتي العلماء ينشئون مثل هذه الرابطة، يؤصلون للانفصال بهذه الرابطة، رابطة أبناء الجنوب. هل هناك فرق بين علماء الجنوب وعلماء الشمال؟ معنى ذلك أنكم أيها العلماء في الشمال لا يحق لكم أن تنضموا إلينا. وهناك الآن من علماء الجنوب من انضموا تحت راية يا هيئة علماء اليمن. ونائبها، نائب هذه الهيئة هو الشيخ العالم أحمد حسن المعلم من حضرموت. من حضرموت. وكثير من علماء الجنوب ومناطق كثيرة من الجنوب هم يعني أعضاء في هيئة علماء اليمن. فيجب أن تكون هذه الرابطة هي رابطة علماء اليمن. أما أن تكون رابطة علماء الجنوب فهذه دعوة انفصالية، هذه دعوة عصبية، هذه دعوة جاهلية. أنا يعني أنزههم من الانضمام إليها وأنزههم من الدعوة إليها. يتقوا الله عز وجل، لا يكونوا دعاة ضلالة، هم لا يكونوا دعاة جاهلية. هم يقولون الشيخ دكتور عبد الرحمن يقولون الهدف هو إصدار الفتاوى في المواقف الكبرى، يعني لا ندري، هذا أمر عام. إصدار الفتاوى، نحن الآن من هذا الاسم، هذا الاسم لا يجوز، هذا الاسم اسم انفصالي، اسم قائم على التفرقة، اسم قائم على العصبية والجاهلية. لا نرضى بهذا الاسم ابتداء، ولا نقبله، ولا يمكن أن يعني أشارك فيه ولا أن أدخل فيه. لأنه اسم يدل على الانفصال. لكن أن يكون رابطة علماء اليمن أنا يشرفني أن أدخل فيه. جميل. وأن أنضم إليه وأن أدعو إليه. نعم. ومن هنا تصدر الفتاوى كهيئة علماء اليمن. نعم. رابطة علماء اليمن، أي رابطة، أي المهم أن تكون هذه الرابطة. نعم. هي عامة ولا تختص بمنطقة معينة. أي نخشى بعدين رابطة علماء تهامة ورابطة علماء الشمال. نعم. رابطة وهكذا وهكذا وانفصل الناس كل رابطة. اسمح لي دكتور أن نخرج إلى فاصل قصير ثم أعود إلى المشاهدين الكرام، دونكم فاصل لكنه قصير. يبقى ولقاء العلم يا إخوان، وانقى